دفء الحوار مع فنانة مثقفة بقيمة سلافة فواخرجي ممتع في التاسعة شكرا السؤال آه اللي سألته لك بتشوفي ترتيبك إزاي يعني بتتحطي بتحطي نفسك مع الفنانات طبعا سوريا مليانة عظام ولا مع الفنانات العربيات ولا مع المصريات بتشوفي نفسك فين يمكن الناس او الوسط ممكن يعني يصنفني اكثر مني. م. انا اكيد بفتخر اني انا وحده من نجمات سوريات مهمات جدا. واكيد كمان بفتخر دائما وقت بيقولوا انه سلاف بالنسبه بالترتيب الفنانات العربيات كمان الحمد لله وصلت ل لمكان جيد جدا، بفتخر بكوني هون وبكوني هون بالاخير يعني العمل الجيد هو اللي بيقدمني بطريقه جيده بعيدا عن التصنيف او عن الارقام يعني أكيد. المهم محبه الناس والمهم اقدر اعمل شيء انا شيء جديد أكيد. دي اجابه انا اتوقعها منك بس انا عندي سؤال اتفضلي وقرات عنه وانا عايزه توضيحك ليه نعم. السؤال كان الحقيقه تصريح ليكي في برنامج شو القصه؟ كان مع ربع الزياتي قلتي فيه انك لو كنتي ركزتي في شغلك كنتي قعدتي نجمات الدراما المصريه في البيت. هو هذا التصريح مو ببرنامج شو القصه ببرنامج مصري تمام آه وطلع وقتها حتى المذيع حكى لانه أيه. زعل علي من كثر الهجوم انه الناس فهمت غلط أيه. لانه السؤال كان محذوف. هو السؤال ابدا ما له علاقه بالممثلات المصريات لا من قريب ولا من بعيد والمذيع حي يرزق بيطلع بيحكي لانه انظلمت كثير وطلعت يعني من السؤال ده ظلمك فعلا السؤال السؤال ظلمني والسؤال ما طلع م. يعني طلع الاجابه وفيما بعد صار الاجتهاد سلاف قصدها هيك سلاف قصدها هيك انا ما انسالت عن الممثلات المصريات ابدا السؤال كان بكل اختصار بعد اسمهان آه، انت رحتي سافرتي واجوا نجمات اخريات من من الوطن العربي حطوا سلاف على الرف مم. فانت شو بتقولي؟ آه. المصريات ما لهم علاقه لا من قريب ولا من بعيد وطلعت من سنتين ببرنامج مصري واعتذرت اذا انا فهمت غلط إذا الناس وطلع فهمت وطلع, غلط. وطلع حتى المذيع حرام اعتذر قال لهم أيوه. سلاف والله ولا غلطت شفتي بحق شفتي حلق. قد ايه دلوقتي احنا القيل والقال في السوشيال دائماً. ميديا كثير